تشهد حالة الطقس هذه الأيام حالة من درجة حرارة مرتفعة في كل عام من السنة في هذا الوقت. درجة الحرارة هذه طبيعية جدا، حيث بلغت في حد أقصى 49 درجة مئوية في بعض المناطق، وقد أرسلت مصالح الأرصاد الجوية نشرات جوية تحذيرية في هذا الشأن تتنبأ بارتفاع درجة الحرارة محليا إلى ما فوق 48 إلى 49 درجة مئوية، آخرها كانت على منطقة المغير وشمال الواد نهار أمس. في هذه الظروف نتوجه إلى الأخوة المواطنين بتوخي الحذر والحيطة، وذلك باستهلاك كميات كافية من السوائل وعدم التعرض لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، كما ندعوهم لاستشارة الموقع الأرصاد الجوية meteo.dz لمعلومات أكثر فيما يخص اليقظة، إلى أنه يوجد هناك خارطة يقظة تنبئ المواطنين بحالات الطقس من ناحية الرياح، الأمطار، الحرارة.